حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين الفرديين والقوائم لليوم الثالث على التوالي وحتى يوم 15 أكتوبر الجاري. من جانبها أعلنت اللجنة العليا أنها تلقت بعض الشكاوى بشأن الدعاية الانتخابية وتم تحويلها إلى اللجنة الخاصة برصد مخالفات الدعاية في المحافظات، مشيرة إلى أن هناك 6 حالات ثبتت مخالفتها و4 حالات أخرى لم تثبت مخالفتها. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. مع انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب، شدد المحافظون على رصد مخالفات الدعاية التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات، حيث كلف الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بعدم السماح بوضع ملصقات الدعاية على جدران المدارس ودور العبادة والمنشآت العامة، بالإضافة إلى الكباري والمباني الأثرية، لما تسببه من تشويه للعاصمة. كما شدد على رؤساء أفرع هيئة النظافة بتحرير محاضر تلوث بيئية ضد كل من يقوم بتقرار المخالفة وإصراره على نشر الدعاية الانتخابية له بعد إزالتها. وفي محافظة الجيزة، أعلن المحافظ الدكتور خالد العدلي حظر استخدام المباني ووسائل النقل المملوكة للدولة وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية للدعاية الانتخابية، وشدد على ضرورة الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين أو استخدام الشعارات الدينية أو العنف، بالإضافة إلى حظر تقديم هدايا أو تبرعات. كما أكد على عدم استعمال مكبرات الصوت والاعتداء على الدعاية الانتخابية للغير بالشطب أو التمزيق وعدم تكسير الأرصفة أو أسفلت الطريق لتثبيت الإعلانات. فيما تقوم أحياء ومدن المحافظة بتحصيل 3000 جنيه كتأمين من كل مرشح نظير إزالة الدعاية في نهاية فترة مدة الدعاية الانتخابية إذا لم يزلها المرشح. بينما فرض المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية غرامة 5000 جنيه على المرشحين المخالفين لقواعد الدعاية الانتخابية على مستوى المحافظة والذين أطلقوا حملاتهم الدعائية قبل الموعد المحدد له من لجنة الانتخابات.